قال إدريس راغب وهو أحد الماسونيين العرب إن الاعتقاد بوجوب إقامة الهيكل يقوي إيماننا بالوعود المذكورة في الكتاب. والآن استمع إلى الوحي، العلم الشامل المحيط وبيان الإله إليك، يخبرك منذ 1400 سنة ونيف بما لا يزال الأميون من المؤرخين والمفكرين لا يدركون حتى اليوم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بيان الإله المحفوظ ينص نصا على أن الوصول إلى المسجد والتمكن منه هو ذروة دورة الإفساد اليهودي وهو مقصده وغايته، ولا تكتمل إزالة الفساد وإنهاء دورته إلا بإخراج اليهود من المسجد ومحو آثارهم من الأرض التي بارك الله فيها للعالم. وها هنا تفهم لماذا ذكر البيان الإلهي الإسراء بعبده إلى المسجد الأقصى قبل أن يطلعك على دورتي الإفساد اليهودي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتفهم لماذا ذكرك الإله بالكتاب الذي أنزله على موسى عليه السلام هدى لبني إسرائيل بين ذكر المسجد الأقصى وإسرائه بعبده إليه وبين دورتي الإفساد. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فالآيات السبع الأولى من سورة الإسراء سورة بني إسرائيل هي خلاصة المسألة اليهودية حوتها من ألفها إلى يائها. المسجد الأقصى هو ذروة دورة الإفساد اليهودي وهو هدفها، والكتاب الذي أنزل على بني إسرائيل هدى هو مفتاحها ومقلوبه هو نسيجها وخيوطها. والإسراء بعبده إلى المسجد الأقصى هو بتر لصلتهم به، ودخول عباده إليه هو إزالتها ومحو آثارها. الدورة الثانية للإفساد التي تبدأ من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه وحيا جديدا أصيلا محفوظا بذاته لإقامة الأمة الجديدة به من أجل إصلاح الأرض كلها وتطهيرها من التحريف وإزالة آثاره، بإعادة تكوين وعي البشر وبناء أذهانهم ونفوسهم بمنهاجه الوجود الإلهي، وبإعادة المعيار والميزان الإلهي إلى عالم البشر، وإقامة منهجه عز وجل ونظامه لعالم البشر في الأمة الجديدة حياة حية تراها الأمم فتهتدي إلى الله عز وجل وتعرف وحيه سبحانه من آثاره في عقائدها وأفكارها وفي أخلاقها وقيمها وفي نظامها ومعمار مجتمعها وفي العلاقات بين أفرادها وجماعاتها رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، آباء وأبناء، حكاما ومحكومين. دورة الإفساد الثانية هي الدورة الخفية التي لم يرى فيها العرب والمسلمون بني إسرائيل واليهود إلا في مرحلتها الأخيرة بعد أن عم الإفساد الأرض كلها، ووصل بنو إسرائيل مع ذروته إلى بلادهم وظهر المشروع اليهودي على سطح الأرض العربية. ولا تعجب إذا قيل لك إن العرب ما زالوا إلى يومك هذا لا يفقهون حقا كيف وصل بنو إسرائيل إلى بلاد العرب وأقاموا دولتهم. فإذا كانت دورة الإفساد الأولى
هي دورة الأساطير والأمم الوطنية، فدورة الإفساد الثانية هي دورة الماسونية والحركات السرية. دورة الإفساد الثانية هي التي تبدأ بتغلغل بني إسرائيل واليهود في نسيج الغرب إلى أن تمكنوا من إسقاط مسألة الألوهية من وعيه، وإزاحة المسيحية والكنيسة وتعاليم النص من قلبه، ثم أعادوا تكوين الغرب بعالم النص، وأحلوا بني إسرائيل وسيرتهم محل مسألة الألوهية مقدسا مركزيا ومحورا يدور التاريخ حوله ويتحرك به ومن أجله وفي اتجاه غاياته. الحركات السرية عالم السر والخفاء كانت القنوات التي تسلل فيها ومن خلالها بنو إسرائيل وطبقات اليهود والماسون من حولهم في نسيج الغرب، وتمكنوا بها وبامتصاص المواهب والطاقات والعقول المبدعة في الغرب وتكوينها فيها من السريان في عقل الغرب وأعصابه وشرايينه، ومن السيطرة على مقاليده ومفاتيحه. دورة الإفساد الثانية في شقها الأول هي الغرب كله وكل ما كونه وأنتجه منذ استولى بنو إسرائيل على وعيه وسيطرت الحركات السرية على مقاليده وحركته، هي دورة الماسونية والحركات السرية والعلمانية والليبرالية والعقد الاجتماعي والدولة القومية والداروينية والماركسية وحقوق الإنسان وحركات التحرير النسائي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأما شقها الثاني فالنخب العربية التوراتية، إذ بعد أن صار زمام الحمار الغربي في أيدي بني إسرائيل والطبقات التي حولهم من اليهود والماسون وثبوا به إلى بلاد العرب، لا لكي يستعمروها كما فهم العرب وما زالوا يفهمون، بل ليتموا دورة الإفساد في الأرض كلها. وتمام دورة الإفساد الثانية هي إعادة تكوين بلاد العرب بالتحريف عبر إزاحة مفتاح التصنيف الإلهي من وعيها، وإعادة رسم خريطتها ووضع حدودها بمفتاح تصنيف البشر التوراتي المزور القائم على الدماء والأعراق، وعبر صنع ساستها ونخبها وتكوين أذهانهم ونفوسهم بخريطة الوجود البني إسرائيلية المحرفة، لا بتعليمهم إياه بل بتربيتهم على فحواها ومضمونها وآثارها، وبتحويلها إلى واقع حي ونسيج اجتماعي، وإحلاله محل نسير هذه البلاد الأصلي الذي صنعه الوحي، وذلك بسطوة السلاح والجيوش وعبر السياسات الإدارية والقانونية والإعلامية والتعليمية وعبر القصص والروايات والأفلام والمسلسلات، ثم عبر وضع النخب المزورة التي صنعوها بالتحريف وكونوها بآثاره على رأس هذه المجتمعات وعلى صدرها. وما يسميه الساسة والنخب والعلمانيون في بلاد العرب النهضة والعصر الحديث، وما يصمه المتدينون والإسلاميون ويصفونه بأنه غزو ثقافي، لم يكن في حقيقته سوى غزو توراتي، محوره وغايته إزاحة منهاج الوجود الإلهي من أذهان العرب وإذالة آثاره في مجتمعاتهم، وإحلال خريطة الوجود البني إسرائيلية وآثارها محلها. خريطة بلاد العرب كما هي الآن الخريطة العرقية الوطنية القومية، خريطة بني إسرائيلية، مفتاح تصنيف البشر فيها المفتاح التوراتي، والدولة الوطنية القومية ليست سوى الدولة التوراتية البني إسرائيلية. ومعمار بلاد العرب كما هو الآن بفواصله وحدوده في رأسه بنو إسرائيل، ويمتطي ظهره اليهود والماسون بإخراج مفتاح تصنيف بني إسرائيل للبشر من التوراة وبثه في عقول أهلها، ثم إقامته في أرضها وخرائطها. تاريخ بلاد العرب منذ حملة نابليون خلاصته إزاحة خريطة الوجود الإلهي بخريطة الوجود البني إسرائيلي، وهذا هو الإفساد الثاني لبني إسرائيل في الأرض كلها وعلوهم في الأرض الكبير.
وهو الإفساد الذي واكب ذروته والمرحلة الأخيرة منه وصول بني إسرائيل إلى المسجد وعلوهم فيه وحوله بالبناء والتشييد كما أخبرك ربك عز وجل. دورة الإفساد الثاني وعلو بني إسرائيل الكبير هي التي تعيش الآن مرحلتها الأخيرة أو ذروتها أو ما قبل الذروة بقليل. فنرجو من الله عز وجل أن يمن علينا ونسوء وجوه بني إسرائيل وندخل المسجد كما دخله محمد رسول الله والذين معه أول مرة ونتبر ما على بنو إسرائيل تتبيرا. ولكن ذلك لن يحدث كما قد تتوهم بالجيوش والسلاح فقط ولا بالدعاء والعبادة وحده ولا بالخطابة وصراخ حاخامات الجيوش ومشايخ دولة روسو في الناس عودوا إلى الله. ولا يعلم أحد كيف ولا أين يجدون الله لكي يعودوا إليه، أفي التعليم أم في الإعلام أم في النوادي أم في الشواطئ أم في الأفلام أم في المؤسسات. بعض هؤلاء الحاخامات يوظفون قواعد الوحي وعالمه ودولته ويسخرون موازينه ومعاييره من أجل ترسيخ التحريف وموازينه وعالمه ومن أجل تمكين دولة رسل البني إسرائيلية وإقرار أنها هي الحق وميزان الصواب والخطأ. فاعلم أن الحفاظ على الدولة وجيشها للضرورة أو لدفع الضرر وضرء المفاسد مسألة، وأما إنزالها منزلة الإله وإحلالها محله معيارا وميزانا فمسألة أخرى. فالأولى من بصر العلماء وميزانهم، والثانية من تحريف الحاخامات وأهوائه. فالله أخبرك في بيانه أنه عز وجل هو وحده الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمن وافق وحيه وميزانه فهو على الحق بقدر موافقته له، ومن خالفه فهو على الباطل بقدر مخالفته له، فردا كان أو جماعة أو دولة. ولو فتح جيش مشارق الأرض ومغاربها ولو دان لدولة دان البلدان وقاصيها ما منحه ذلك ولا منحه شرعية إبطال الحق ولا إحقاق الباطل ولا جعل ما يفعله أو تفعله صوابا إلا أن يوافق وحي الإله ومعياره وميزانه. ولو لم يكن ذلك كذلك لكان ميزان الحق والباطل ومعيار الصواب والخطأ فرعون والإسكندر ويوليوس قيصر ونابليون وكل طاغية جبار في زمنه. وهؤلاء الحاخامات كمن يريد تطبيق أحكام المواريث على علاقات الزنا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسجد الأقصى وأن يحفظ القدس وفلسطين وجميع بلدان المسلمين، وأن يرده الله رب العالمين على المسلمين ردا جميلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منبر المنهاج، منبر يقدم الخطب الجوامع والمواعظ اللوامع، منبر طالما بين الطريق عندما تدلهم الفتن، وأضاء السرج عندما تغشين الظلل ظلمات بعضها فوق بعض، منبر لا يخشى في الله لومة لائم، لا يشغله ما يقال وما يفترى، ثابت لا يباع ولا يشترى، رقة في وعظ وشدة في حق، رجاء للهداية وإقامة للحجة. شعاره أد ما عليك ولا عليك، وحاله قل كلمتك وامضي، ويقينه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنبعه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. منبر المنهاج، خطب الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.